وللحديث أكثر عن التطورات في غزة وتداعيات جلسة الاستماع الثانية في محكمة العدل الدولية لإيقاف المذبحة الجارية، ينضم إلينا من لندن رئيس جمعية المحامين العرب الأستاذ صباح المختار. حياكم الله ومساء الخير أستاذ صباح. مساء الخير عليكم والمشاهدين. حياكم الله أستاذ صباح. بداية، كيف تقرأ رد الدفاع الإسرائيلي، فريق الدفاع الإسرائيلي، على الفريق القانوني لجنوب أفريقيا؟ هل هناك مصداقية لسرديات السياسة التي اعتمدوا عليها، وما هي ملاحظاتك؟ في الحقيقة أن الدفاع الإسرائيلي اليوم تناول مختلف أنواع الشعارات السياسية وتطرق إلى حماس أكثر من 90% من المرات، كما لو كانت حماس هي في المحكمة بالوقت اللي لا علاقة لحماس في هذا الأمر. نعم، حماس قد تكون السبب فيها. فيما يتعلق بالسرديات السياسية التي قدمها، حقيقة تفتقد إلى كافة، يعني لا يمكن تصديقها. يعني الادعاء يريد أن يرى أن إسرائيل تهتم بالفلسطينيين أكثر من الفلسطينيين، وأنها تقدم المساعدات وتعطي المياه وتجهز قناني المياه وأنشأت مستشفيات للمعالجة وخيم وملابس، وأنها ترسل وقود، ويعني بدرجة أنه المتابع لا يكاد يفهم ماذا يتحدثون عنه، في حين أن كافة ما ذكر يتناقض مع ما أشارت إليه منظمات الأمم المتحدة نفسها، وهذا ما اعتمدت عليه جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا في بيانها وفي الطلب الذي قدمته استندت بالدرجة الأولى إلى ما ذكرته الوكالات الدولية، لم تستند لا إلى منظمات حقوق الإنسان ولا أي جهة أخرى، استندت فقط على ما قالت عليه الأمم المتحدة. وما تقول به الأمم المتحدة، والآن تقرير مالكم يثبت ذلك، أن إسرائيل في الحقيقة كافة ما قالت به لا علاقة له لا بالواقع المشهود ولا بالواقع المثبت من قبل الأمم المتحدة، وبالتالي تضمنت شعارات سياسية، قدمت أكاذيب غير معقولة إطلاقا. يعني تفتخر أنها سمحت لمخبز في غزة أن يبدأ بإنتاج 30,000 قطعة خبز باليوم. طبعا من أين هذا الكلام؟ لا أحد يعلم، في حين أن الدعوة التي أقامتها جنوب أفريقيا تضمن معلومات. والله العظيم أنا أدعو كافة أبناء الأمة العربية سواء كانوا محامين أو فلسطينيين أو عرب أن يقرأوا ما كتبت جنوب أفريقيا، أعطت أسماء وأرقام أنا أزعم أن أغلبنا لا يعلمها. وبالتالي جنوب أفريقيا قدمت سرديات حقيقية مستندة إلى الواقع ومستندة إلى الوثائق الخاصة بالأمم المتحدة، في حين أن إسرائيل تحدثت كلام عام وكلام فيه كذب ولا يمكن تصديقه. إسرائيل تريد تدعي أنها تريد أن تحمي الفلسطينيين من الفلسطينيين. طيب دكتور صباح، بمثل هذه المحاكمات إلى أي مدى يعني القول الفصل يكون للأدلة والمعلومات بعيدا عن أي تدخلات سياسية وضغوط سياسية؟ يعني أعتقد أنه قبل أن ندخل إلى ذلك، يعني أنا أظن أن من المفيد أن الناس تعلم أن ما مطلوب من المحكمة الآن ليس إصدار قرار أن إسرائيل تمارس التطهير العرقي أو أنها ترتكب جرائم. المطلوب الآن من المحكمة إصدار قرارات مؤقتة وسريعة تلزم إسرائيل بوقف القتل، هذا القرار لا يستند إلى أنه هل أن إسرائيل ارتكبت أو قد ترتكب، وإنما هناك ظاهر ما يبدو أن إسرائيل قد ارتكبت أو يمكن أن ترتكب. لذلك مطلوب من المحكمة أن تصدر هذه الإجراءات الاحترازية والمؤقتة. ما فرص حدوث ذلك؟ أنا شخصيا أعتقد أن هناك احتمال لا بأس به أن تصدر هذه القرارات، لأن الدفاع الإسرائيلي اليوم لم يتناول الحقائق، بالنسبة للجانب القانوني كان ضعيف جدا،
استند أغلب يعني 4 من المتحدثين مالهم تحدثوا بكل الأشياء اللي كيف أن إسرائيل تحب الفلسطينيين وتحميهم، وأن المشكلة كلها مع حماس، وأن إلى آخره من هذه، ولم يستطيعوا أن يعني يناقضوا أي شيء اللي قالته جنوب أفريقيا بالأرقام والحقائق والأسماء والمعلومات، وإنما كلها اتهامات عامة أن هناك لدرجة التلعثم في بعض الأحيان. نعم دكتور صباح، يعني ما الذي يعنيه رفض الحكومة الألمانية اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لكيان الاحتلال، وما تأثير دخول ألمانيا كطرف ثالث لدعم موقف الكيان المحتل في القضية المنظورة في محكمة العدل الدولية؟ في الوقت الحاضر لا أهمية لدخول أي طرف. المحكمة الآن أمامها نقطة قانونية ووقائع، والمحكمة ستنظر هل أن هذه الوقائع تشير إلى أن هناك احتمال ارتكاب جرائم إبادة. إن كان هناك هذا الاحتمال، فالمطلوب منها الآن أن تصدر قراراً مؤقتاً بإيقاف العمليات، ثم بعد ذلك تنظر في كافة الاتهامات والطلبات والدفوع وإلى آخره، وهذه تستغرق وقت طويل. نعم. المطلوب الآن النظر هل بإمكان المحكمة أن تصدر، أو طلب إلى المحكمة أن تصدر قرارا مؤقتا يلزم إسرائيل بوقف العمليات العسكرية، بغض النظر إذا كانت إسرائيل جيدة أو سيئة، هذا اللي مطلوب. وأظن أن ما قدم أمام المحكمة من قبل جنوب أفريقيا أمس سيقنع القضاة، لأن هؤلاء الناس لديهم خبرة ولديهم احترام للمهنة ولديهم احترام أنفسهم، وبالتالي الصورة في رأيي يعني تكاد تكون واضحة، وأظن أن القرار سيصدر بصالح مطالبة جنوب أفريقيا. نعم، إذا كنت ضيفنا عبر سكايب من لندن، رئيس جمعية المحامين العرب الدكتور صباح المختار، شكرا جزيلا لك.